النظام خدع الشعب الجزائري، النظام جبد الكابل بالشعب الجزائري، لم يستجب للتغيير. وين هي بالله عليكم؟ وين هي الجزائر الجديدة اللي يتحدث عليها تبون؟ وين هي؟ عندما تشوف واحد يسموه منذر بودن كان يسبح بحمد بوتفليقة، يتمنى يكون بلنطو في البيرو نتاعو يحيى، الآن راهو عينوه نائب من نواب رئيس البرلمان. وكي تشوف غيره وغيره وغيره، تشوف وزراء، تشوف وزير الخارجية هذا جديد رما طلع مامرة اللي كان وزير خارجية العصابة وكان يسعى من أجل أنه تنتصر العصابة على الحراك الشعبي في 2019 لما عين وزير الخارجية ونائب الوزير الأول. راح لروسيا وراح للطليان وراح من هنا، كله كان يبحث على الدعم من أجل سحق الحراك الشعبي. يعود الآن وزير الخارجية، وأول اتصال يحدث معه مع وزير الخارجية الفرنسي ويسميه اتصال ممتاز، باش تعرفوا باللي الطبخة وين الطبخة. نقول لكم تبون راهو خضرة فوق عشاء، تبون ما عنده لا مشروع. المشروع اللي كان قايم كان مشروع القايد صالح، كان جايبه فقط راح يكون هو الواجهة حطه، والمشروع نتاع القايد صالح هو اللي راح يمشي. ما ندري ما هو مشروع القايد صالح، المعلومات وصلت لنا والاجتماعات وكذا وهدرناها قبل. راح القايد صالح، ما هو مشروع تبون؟ انا نعرف واحد يا جماعة يا أخوتي الكرام، واحد كيدير شركة من المفروض راح يدير لها دراسة، يسموها المصريين دراسة جدوى. واحد يولي رئيس جمهورية اليومنا هذا، أنا كي زرتهم دول تلقاهم بعد ما يحكموا الدولة تلقاه ينشر كتاب فيه برنامج. هذا ما عندوش، عنده 54 التزام، هذاك ما يسموهش برنامج. أنت تقول لي سأستعيد الأموال المنهوبة، في البرنامج راك توري الخطة. أها ما تقوليش أو كنت نقول لك الخطة يديروا كنت الخطة، هذا كلام تاع قهاوي، هذا كلام تاع ذباب إلكتروني في الفيسبوك، ما هوش كلام رئيس دولة، ما هوش كلام رئيس جمهورية. نعم ما حدث هذا من جهة، ما عندوش برنامج، ما عندوش حزب سياسي. بالله عليكم الدستور يقول بأنه عندما تكون أغلبية رئاسية يتعين وزير أول، أوكي. الأغلبية الرئاسية كيف تعرف؟ تعرف بشيئين، الأمر الأول أن يكون الرئيس عنده حزب، والحزب يرشح مرشحين يدهما الأغلبية الرئاسية، يكون حزب الرئيس هو الأغلبية. أو أنه فيه مترشحين كي يكونش عنده حزب، فيهم أحزاب تعلن مش بعد الفوز، تعلن قبل الفوز بأنها مرشحيها راهم مترشحوا باسم رئيس الجمهورية، وإذا فازوا في الانتخابات راح يشكلوا أغلبية رئاسية، يكون هذا مسبقا. وفي ذلك عندما يصرى هذا إما الحزب نتاعه ولا هذا يوصل البرلمان يولي عنده الحق يشكل وزير أول. لم أجد ولا واحد ترشح قرني باسم رئيس الجمهورية، ولا حزب قال لك رانا مرشحين رانا نمثل رئيس الجمهورية، ما كان والو. هو دائما يقول لك راني حر. بعد كيجي يجتمعوا رؤساء الأحزاب يقرروا باللي يسادوا برنامج رئيس الجمهورية يولي يعين وزير أول. هذا التعيين باطل غير قانوني أصلا، لأنه علاه؟ لأنه البرلمان باطل أصلا غير قانوني اصلا. هل يعقل برلمان هيئه ناخبه اكثر من 25 مليون ولا تقريبا، هذا كما نحسبوش الناس او فيهم ناس بلغوا السن القانوني في الانتخابات وما سجلوش، هيا بالله عليكم هذا مليون و200 تقريبا، مليون و200 فوتاو على برلمان يمثل الشعب ويشرع باسم الشعب. الدستور 23% 23 فاصل شويه بالمئة، ويجي يقول لك راهي لبنة ثانية وراح ننتظر اللبنة الثالثة في بناء الجزائر الجديدة. والغريب أنه مجلة الجيش تكذب على الجزائريين وتقول الالتفاف الشعبي حول الجزائر الجديدة. نعم هناك التفاف شعبي حول جزائر جديدة طالب بها الحراك الشعبي، ولكن مش هذا. أنتم سطوتم باسم الحراك وسطوتم على الجزائر الجديدة ودرتوا كل شيء، هكذا المعطيات اللي تقول رئيس جمهورية يروح الصباح نتاع الانتخابات يقول أي ما تهمنيش نسبة المشاركة، هذا في كامل قواه العقلية. أنا لا ألوم نور الدين بكروح كي قال عليه مهبول، والله لا ألوم، لأنه هذا اللي فيه أدنى رائحة السياسة ما يقولهاش. السبب أن الرئيس جاهل لا يعرف السياسة حقيقة، هو رجل تقني وإداري قضى حياته كلها في الإدارة، وبعد وزير السكن لسنوات طويلة ما عندوش تجربة في السياسة. لذلك لو تشوف ترجع لحملته الانتخابية، ما سميت حملته الانتخابية، كيفاش يطلق في الوعود حتى في خنشلة مثلا، الوعود اللي أطلقها في خنشلة ونشرتها في حلقة ماضية، يعني
الرجل يطلق هكذاك فقط يرفضي في الغاشي، هدفه فقط يروحوا يفوتوا عليه. لكن لو تشوف دول رؤساءها اللي ترشحوا دول محترمة حقيقة تستعمل الأساليب اللي تلعب على مشاعر الجماهير حقيقة، ولكن تلقى برنامج يوزع على الناس، ما يجيش يروح الولاية يقولوا له خدمنا، وراح الولاية ورقلة ما خد مش خنشلة ورقلة ورقلة عفوا، كي راح الورقلة قالوا نخدموا، قال لهم تخدموا الكل هاي ورقلة تحترق الآن بمظاهرات متاع البطالين، وانت تهبط لهم في السيارات متاع رجال الأمن باش تقمعهم. والله يا جماعة الخير بهذا المنطق راي لا تبنى الدولة، لا تبنى دولة بمنطق هذه الأخطاء تاع النظام. النظام هذا هو، والنظام لا أمان له. أنا شوف لم أثق في النظام يوم ولن أثق فيه، والمرحلة الوحيدة اللي أيدت المسار ليس ثقة في النظام، بيني وبين نفسي دائما حذر، ولكن من باب أنه خلينا أبناء وطن واحد ربما هذه المرة، ولكن غدر. لذلك لن أثق يوما في النظام الجزائري لو يأتي كما تقول جد الله يرحمه لو كان يجيب يده خضر. نعم، لأنها تخضع إلى أمزجة الأشخاص. جاء القايد صالح قال زي، راح القايد صالح جاء شنقريحة يدير زي أخر، غدوة شنقريحة يروح يجي واحد أخر، وهي ماشي. إذن النظام غدر. الحراك الشعبي أيضا لا، لن ألوم الجماهير، لأن تجارب الثورات الشعبية دائما هذه الجماهير، الجماهير عاطفية، الجماهير تتحرك بعواطف هذه، ولكن تلوم الناس اللي نصبت نفسها واجهة للحركة الشعبية. نعم كما قلت النظام راهو أخطأ، والنظام كانت له فرصة إحداث تغيير يدخل فيه التاريخ. المؤسسة العسكرية كانت تدخل التاريخ من بابه الواسع في ظل مؤسسات عسكرية ذبحت شعوبها، ورغم أنه ما عندهاش مزية ما تذبح الشعب، ولكن للأسف نحن في عالم عربي المؤسسات العسكرية تذبح شعوبها وتحول إلى كلاب صيد لدى أنظمة هي مجرد أيضا كلاب صيد لدى إرادات دولية. هذه الحقيقة. ولكن عندما أفعل ذلك سجل التاريخ، ولكن ما حدث بعدها أسوأ مما يمكن تخيل. الجزائر الآن دولة بوليسية. نعم الجزائر الآن دولة بوليسية بمعنى الكلمة، دولة قمعية. يعني إنسان اللي يقول كلمة يحصل ومن بعد بين قوسين. اليوم تفاجأت بسي تبون، واش يدير؟ قال لك نعفو على الناس هذا اللي دخلوا الغش في البكالوريا ودخلوا الحبس من باب الرحمة وباش يروح يعيدوا مع أمالية. هذا منطق دولة؟ هذا منطق يبني دولة؟ أنا أصلا غلطتهم في البداية ما تدخلوهمش الحبس، واحد نقل في الباك دخلوا الحبس، اللي نقل في الباك وغش وحتى اللي ساهم في الغش إذا كانوا أستاذ يعاقب بالطرد، يمر على مجلس تأديب ويعاقب بالطرد، ما فيهاش طابع جنائي. حتى وإذا كان عملوا خالية باش ينعتوا للناس عادي يعاقب في إطار المنظومة التربوية، مش تروح تدخلوا الحبس وبعد الرئيس يصدر منذ أيام فقط دار عفو في 5 جويلية وذرك يزيد يدير عفو مازال العيد سمانة ويزاد يدير في العفو من باب الرافع. هذا عبث نتاع دولة. ونقول لك علاش يدير فيها؟ باش يكسب شوية الرأي العام. إذا كان هذو مجرمين غشاشين وصلتوا لعاقبتهم العفو عليهم أيضا إجراء، رغم أنني ضد من أساسه إدخالهم للسجن، لأنه ما كانش دولة في العالم واحد ينقل ولا يعاون الناس باش تنقل حتى يستعمل حتى الأجهزة الإلكترونية تروح تدخلوا الحبس، ما صرتش. إذا كانوا أستاذ يعاقب، وإذا كان تلميذ يطرد من الامتحان وشي يصيبه ما يعديش الامتحان ويحرم من الامتحان وانتهى الموضوع. أكثر دمار كي تحرمه من الامتحان، والأستاذ إذا كان دار خالية كذا كذا يطرد من العمل في المجال، كانش عقوبة أكثر من هذا؟ تزم دخلهم الحبس وبعد دير عليهم عفو، يعني يعني مسخرة. نفس الشيء يدي الحركيين اللي يروحوا يكتبوا حوايج يتبعوهم ويديروا لهم الحبس، وبعض المنظمات الحقوقية تبدأ تتبع فيهم وتفضحهم وتتكلم عن الانتهاكات، هي تجي مناسبة هكذا ودير لهم عفو خلي يروحوا لديارهم. الدولة ما تتصرفش كما هكذا. الدولة فيها صرامة، فيها وضوح رؤية. وش العبث هذا؟ تقول لي هذه دولة؟ ما فيهاش دولة. إذن النظام ما بقاش نظام دولة، عصابات بمعنى الكلمة. والعصابة اللي كانت في عهد بوتفليقة أرقى شوي،
الآن عصابة يعني مفلسة بمعنى الكلمة، ما تملك رؤية ولا تملك مخطط. في عهد بوتفليقة كانت عصابة تلعب على مستويات كبيرة، أي هربت 1000 مليار، هذا ما حتى مواجهة الغش ما قدروش يدخلوهم الحبس وبعد يخرجوهم، غش في امتحان. يعني حتى مستوى العصابة تحت، والله بهدلتهم بالعصابات كما قال هو.